حمص حي جورة الشياح المحاصر 13/8/2012. آثار الدمار في هذا الحي نتيجة القصف الأسد العنيف عليه بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة، من هاون عيار ثقيل ومدفعية من T-72 وعربة الشيلتا، والقصف في الصواريخ مؤخرا. دمار كبير لهذا الحي، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه أحد الشوارع في جولة الشياح والذي يوجد عليها قناص. شيخ امشي. وش الحمد لله، حسبي الله ونعم الوكيل. الدمار في جورة الشياح 13/8/2012. القناصات في كل مكان في هذا الحي، على كل شارع هناك قناص يمنع الحياة من هذا الحي.